ربي خلاني وليدي مشى. يا ربي يا ربي انا مزوجه في كاس ربي يا ربي الله يرحمه الله يوسع عليه بقى فينا كصديق اولا كفنان معنا اللي كان رجل طيب بحال اللي كيقولوا ماشي خساره في سيدي ربي زعما الله يرحمه الله يوسع عليه هادشي اللي نقول لكم كان غير قريب زعما قريب الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه وليد عزيز عليا وصديقنا ملي كنا صغار وسمحوا لي لله ما عطى والله ما أخذ يعني وليد الله يعمر ليه الدار خلوق ظريف مربي ما عمره كيقصح الناس وديما فمه غير خيار وديما فمه الأدب والصواب الله يرحمه ويجعل سيدي ربي يرحمه وغني كان غنى معنا باقي احنا صغار هو صغير حتى هو مسكين في واحد الحفله فتحت دار الوالده ديالو في عين الدياب ومن تما هو كيتشكر بينا تيبغينا مسكين لله تيقول لك المراه نسى عندي نقيطه د العسل في قلبي والله الا هكا وقت ما يطلقني مسكين يحوزني بيدي بجوج ويقيبوس ويعنق الله يعمركم ويعمر ترابيكم وتنقول له راه هادشي من من من, من الاداب ديالك وصوابك والقلب الطيب والقلب الزوين. اخر مره ما نكذبش عليك هو عيط لي للسهره قبل باربع ايام او خمس ايام مسكين اربع ايام قال لي راه السهره دارت بلان راه داكشي غريب وقال لي تشرفني اخاي المرسي قلت لي حصل لي الشرف انا الشرف ليا وكنا غادي نمشيو نحضروا له باش نكبروا به وهادي وهادي ساعة الله ما كملش الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. لا يسعنا الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وغفر الله لنا وله ولجميع موتى المسلمين. كنعزي نفسي اولا ونعزي كل اصدقائه والاسره الفنيه كلها والمغاربه الطيبين كلهم شعب المغرب وعند عندليب المغرب الكبير يعني وعندليب العالم العربي لانه فخر لنا كمغاربه وكعرب ايضا لكي قدم مدرسه عندليب الاسمر عبد الحليم رحمه الله مدرسه طيبه راقيه رومانسيه فالله يرحمه كانت كتجمعني معه علاقة جد طيبة علاقة أخوة وصداقة واحترام متبادل ولكن لله ما أخذ ولله ما أعطى والله يرحمه ويوسع عليه هذا اللي ما نقدر نقوله يعني. نعم كان كيوجد الواحد الحفل وكنت مدعو مع الأسف ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يكون الحفل دياله في الجنة إن شاء الله ويفرح بدخوله الجنة وجميعا كلنا إن شاء الله يا رب رحمة الله. آخر تواصل معه كان تقريبا يعني كتواصل في كلام تقريبا شي شهر هادي باقي عندي داك الشي في الواتساب الحمد لله. أنا قلت له واحد الكلمات يستاهل أنا مازال مسجل عندي قلت له أنت فنان كبير وتستاهل مكانة أكبر من هادشي اللي أنت فيه دابا الآن مع الأسف ولكن يعني اشتقنا لك في الساحة ولكن سبحان الله لله ما أعطى ولله ما أخذ وعزاؤنا واحد وعظم الله أجوركم جميعا. الصدمة ما سهلاش الصراحة ولكن كنقولوا داكشي اللي كيرضي الله سبحانه وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه الله يرحم عمر شريف حتى هو لما بيناتهم قل من شهر
يعني ثلاثه سيمانات بيناتهم، وكانوا اصدقاء حتى هما مع بعضياتهم، وكانوا وناس محبين وناس فنانين حقيقيين صراحه، يعني كيتعاملوا باخلاق الفن الاصلي الحقيقي، يعني التواضع وال تحري الصدق والاتقان في العمل ديالهم. الله يرحمه، كان عزيز علينا بزاف وكنا كنحبوه وكيحبنا، وحنا هادشي كنا عارفينه وهو عارفه. كنتمنى الصبر والسلوان لعائلته والاصدقاء ديالو والمحبين ديالو في العالم كامل. كنتمنى ليه الرحمه والمغفره في الشهر الكريم، شهر اواخر شهر شعبان واوائل شهر رمضان، شهر المغفره وشهر الطاعات. كنتمنى من كاع الناس يدعيو معاه بالرحمه، وان شاء الله ربي يجعلوا مع الصالحين والشهداء ان شاء الله.